جيت احنا وصلنا قبل البريك لجزئية ايش؟ السيرش، انه عرضنا السيرش فور اللي هو عندنا في الصفحة ها طلع تمام وصار يبحث صح. اول شغلة بدنا نعمل شغلتين، كيف بدي انسق السيرش فورم هذا اخليه بطريقة بالستايل تبعي مش بالستايل الديفولت اللي بيجي من الوورد بريس. الشغلة الثانية كيف بدي اعرض نتائج البحث في صفحة خاصة فيها، طبعا مش منطقي اعرضهم في الصفحة الرئيسية نتائج البحث مظبوط. اول شغلة نبدأ بالسهل، هو مين؟ انه انا استخدم صفحة بدل صفحة الاندكس. كل الحل انه احنا من في ملف الثيم تبعنا بننشئ ملف اسمه سيرش دوت بي اتش بي، ترى لما شفنا في الهيراركي شفناه ملف سيرش دوت بي اتش بي، نيو فايل هنسميه سيرش دوت بي اتش بي. طبعا فعليا هو نفس ملف الاركايف انه انا بعرض ليست اوف البوست صح؟ لو احنا اخذنا من نسخة من ملف الاركايف حطيناه في السيرش، لاحظوا معناته احنا دائما اللوب هذه اللي شرحناها اول مره هي المستخدمه في كل الملفات صح؟ احنا قاعدين بس بنغير في العنوان اللي فوق لو انا بدي استخدم نفس الشكل تقريبا. الوقت فعليا انا هذه اللوب نفسها، هذه اللوب اللي حتعرض نتائج البحث مش حتتغير. اللي حيتغير مثلا موضوع العنوان اللي فوق، نكتب هنا مثلا ايش؟ سيرش results تمام، هذه صفحة السيرش ريزلتس تمام. بدنا نغير شيء منها، مثلا انا في السيرش بديش اعرض مثلا الاوثر بنشيله مثلا، فانا بتحكم بديش اعرض التاريخ يعني بصير من لو انا بدي اغير الشكل بشكل عام بنغير الشكل من هنا. في السيرش دائما بدنا نعرض ايش؟ مش ذا كونتنت ذا اكسير، ليش احنا حاطين هنا ذا كونتنت اكس سيرش؟ على فكرة في الأركايف معناته لازم نحطها إيش؟ في إكسل. طيب لو عملنا بحث أهل مثلا كلمة عالم وقلنا له سيرش سيرش ريزلتس وهي إيش؟ بدأ يعرض لي نتائج البحث. الوقت ممكن هنا مثلا في العنوان نحط إيش الكلمة اللي بحث عنها، يعني قلت كتب بحث عن كلمة عالم بدي أحط جنب كلمة سيرش ريزلتس مثلا فور والكلمة اللي بحث عنها، فكيف بدنا نجيبها؟ هي هنا في صفحة السيرش وين كلمة السيرش ريزلت نقطتين، بدي اجيب في المنطق هذه الكلمة اللي بحث عنها تمام؟ هي في الأكيد كود بي اتش بي عشان هيك حنفتح تاج بي اتش بي ونيجي هنا نحكي له get search query. هذه الفانكشن بتروح ترجع الكلمة اللي بحث عنها اليوزر get search query تمام، سجلوها عشان بس تطلع غلط بس نتأكد منها تمام. لا وسجلوها بس يعني احتياط انا عندي مشكلة في الكيبورد غريبة جدا هنا. طيب بحطها بين الاقواس هذه، قلت لو انا بس عملت ريفرش كأني بحثت او بعملت هيدا عملت سيرش مجبهاش. ليش؟ لانه لازم نعمل ايكو لانه هذا بترجع الكلمه فانا بدي اقطعها تمام. get search query طبعا هذا بترجع فبدنا نقطعها. ايش كتب لي الجمله الشخص اللي بحث عنها؟ بحث عن كلمه مش موجوده مثلا كلمه ويل. الوقت هو بيبحث وين؟ بيبحث في التايتل تبع البوست، بيبحث في البيج، وين بيبحث هو؟ في البوست، في البيج، موقع كاكولا. كده احنا عندنا بيج اسمه about، ايش جاب لي؟ about us، يعني هو بيعرض لي مش بس البوست بيعرض لي كمان ايش؟ pages. طب ليش كل هدول رجعوا؟ تمام ليش كل هدول رجعوا؟ الوقت هادي هو بدورش في التايتل، هو بدور كمان في المحتوى، فالمحتوى لو فيه كلمة about حيرجع تمام. هاي مثلا هاي كلمة about هنا شايفينها في الهلو وورد في كلمة about هيها، يعني وين في كلمة أباو سواء في التايتل أو في المحتوى حترجع، أو طبعا بيبحث سواء في البوست أو في البيج. هذه نقطة تمام. فهي صار تقريبا هي صفحة السيرش اللي ممكن نكون احنا بنستخدمها، يعني هي عبارة عن عادي لوب، اللوب اللي احنا متعودين عليها، بس اللي اختلف انه احنا كيف نجيب نعرض اللي هو التايتل بالشكل اللي احنا بدنا اياه. النقطة اللي ضلت السيرش فورم هذا، عشان نعرض السيرش فورم بنروح ننشئ ملف جديد
طبعا هو مش بالضروره. قلت له انا بدي ممكن اصمم الفورم اصلا وين؟ في الهيدر نفسه، في الهيدر. هاي ملف، عفوا وين ملف الهيدر؟ يعني بدل ما احكي له جيت سيرش فورم، ممكن اكتب هنا الكود تبع الفورم. بس لانه انا ممكن استخدم الفورم هذا في اكثر من مكان، فخلص بدل ما اثبته في الملف خلص بنستخدم الفورم. عشان هيك حنضلنا محافظين على جيت سيرش فورم. وهذه الفانكشن لما انا استخدمها هتروح تبحث في الثيم تبعي على ملف اسمه سيرش فورم دوت بي اتش بي. يعني السيرش دوت بي اتش بي هذه بتعرض نتائج البحث. السيرش فورم من اسمها هي الفورم تبع السيرش. بنعمل نيو فايل اسمه سيرش، طبعا كلمة واحدة، فيش سبيس ولا داش ولا اندر سكور. سيرش فورم ككلمة واحدة دوت بي اتش بي. ايش هنحط هنا؟ مفترض نصمم الفور تبعنا. احنا في الاتش تي ام ال بنعرف كيف نعمل فور. له فورم تاج، مظبوط؟ هاي فورم، ولا نسيته العلم. فورم تاج عشان بدي اعمل فور. الاكشن وين بده يروح؟ لما اعمل سبميت للفورم على الصفحه اللي حيروح عليها. طب مين الصفحه تاعت السيرش؟ مش سيرش. طب ماشي، احنا نعرف ايش مكونات الفورم تبع السيرش في الوورد بريس، مش اي فورم بدنا نجيب. اكيد لو انتم انتبهتوا لما انا كنت ابحث ايش كان، ايش كان يكتب لي؟ كان يحط لي بس علامه استفهام واس والكلمه، يعني فعليا كان يروح على الصفحه الرئيسيه. يعني فعليا المسار هو مسار الصفحه الرئيسيه، صح؟ بس اللهم انه اضاف لي علامه استفهام وفيها كلمه البحث، تمام؟ هذا الجزء يعتبر جزء من الباث، يعني علامة الاستفهام مع اللي وراها، هذا احنا بنسميه جزئية الكويري. هذه ما لهاش علاقة بشكل بالباث، عشان يكون فعليا بيروح على الصفحة الرئيسية قاعد. فلما بدي أحط في الأكشن بدي أحط له عنوان الصفحة الرئيسية، أكيد أنتم هتحكوا إيش هنحط؟ سلاش صفحة رئيسية، صح؟ بس لو كان في مجلد فرعي زي ما احنا عندنا وورد بريس بدنا نحط معناته سلاش وورد بريس. طب ليش ندخل في التفاصيل هذه؟ وهل الموقع في صفحة فرعية مش في صفحة فرعية؟ نيجي نستخدم فانكشن في الوورد بريس، تمام؟ عشان كده دايما نحط كود بي اتش بي اسمها هوم اندر سكور يو ار ال. هذه الفانكشن طبعا بترجع ولا بتطبع مش متاكد. هوم يو ار ال هذه بتروح ترجع رابط الصفحه الرئيسيه تبع الوورد بريس. من خلص انا مش محتاج احكي له اي حاجه. حاب ابعت لها انه مثلا ممكن بدي احط، بدي اقول له طب هات لي الرابط. مثلا لو كتبت واحد كتبت كلمة images ايش يعني؟ هيجيب لي الرابط وراه كلمة images. يعني هكتب لي مثلا local host slash wordpress slash images، تمام؟ فهذا optional. لو انا ما حطيتهاش خلاص local host slash wordpress وبكفي. لو حطيته لو شفته هذه ايش يعني؟ برضه الهوم بيج نفسها سلاش واحده، ما عملتش اي مسار، تمام؟ فالهوم يو ار ال هذه الفانكشن هنستخدمها عشان دائما لما انا محتاج اعرف ايش عنوان الصفحه الرئيسيه تبعت الموقع بنحط الهوم يو ار ال، سواء حطيته السلاش هذه او ما حطيتوهاش نفس الناتج، تمام؟ فالسيرش فورم تبعي مش محتاج يروح على اي مكان، هو بس محتاج يروح على صفحه الهوم. طب كيف بدي اضيف علامه الاستفهام الاس؟ حقيقة حنحكي عنها. الوقت اي سيرش احنا بنعرف في الفورم او في الريكوست في عندنا طريقتين، في طريقه بنسميها البوست وطريقه الجيت، تمام؟ في العاده لما يكون انا بشتغل نظام سيرش فانا بتكون طريقه البحث هي جيت. وعشان شفتوا علامه الاستفهام هذه، هذه علامه الاستفهام بتيجي مع طريقه الجيت، بتيجي مع طريقه البوست، تمام؟ عشان هيك هنا في الفورم في عندنا حاجه بنسميها الميثود في الاتش تي ام ال تاج ميثود. الكيبورد بشوط ميثود يساوي جيت، تمام؟ هنا ايش حنعمل؟ بدنا نحط الحقل اللي حيكتب فيه التكست بوكس اللي حيكتب فيه الكلمه اللي بيبحث عنها. فايش هنحكي له هنا؟ انبوت تايب تكست، هاي اختصارات موجوده في البرنامج هذا. لو قلت له انبوت نقطتين تكست ضغط انتر حيجيب لي الحقل انبوت تايب تكست. الاسم هو حرف الاس، يعني الانبوت هالوقت لما انا كتبت بالشرح كتب لي اس يساوي القيمه، يبقى اسم الانبوت هو حرف الاس اللي احنا شفناه في الرابط، هذا اسم الانبوت.
ولازم يكون حرف الاسم، ما ينفعش تخترع اسم من عندنا، لازم نسمي الحقل نيم يساوي اس. تمام. الاي دي مش مهم كثير، لو شلنا مش حياثر كثير، انا بهمني النيم تبع الحقل نفسه. طبعا عشان نشتغل مكتبة بوت ستراب، فانا ممكن اعطي كلاس يساوي في 4-4-control. تمام. وممكن هنا نعطي كلاس للفورم نفسه اسمه فورم ان لاين. هذه كلاسز كلها موجوده في مكتبه البوت ستراب. فورم ان لاين عم بيعرضوا ايش؟ انه جنب بعض، يعني مثلا الانبوت مع الزر تبعه يجوا جنب بعض ما يجوش تحت بعض. تمام. وهنا الكلاس الفورم كله عشان ياخذ الشكل تبع البوت ستراب. هذه كلاسز كلها موجوده في البوت ستراب. طبعا ممكن نحدد التايب هنا، بدل ما يكون نوع تكست في عندنا ايش؟ تايب اسمه سيرش. هذه في ال HTML 5 صار عندي حقل نوعه سيرش. ايش حيختلف عن التكست؟ ولا حاجه، بس ممكن ينعرض بشكل مختلف نوعا ما. زائد بصير انا بالنسبه لي بشتغل حاجه بنسميها سيمانتيك. ايش يعني سيمانتيك؟ انه انا بستخدم التاج بدل على انا ايش بدي اعمله، يعني هذا حقل للسيرش فانا سميت الحقل او استخدمت الحقل تبع السيرش. تمام. هذه بتساعد في موضوع السيو، يعني مثلا جوجل حتعرف معناته انا في عندي في فوق في البيج تبعتي في عندي حقل للسيرش، فممكن تصير جوجل مرات تدخل تيجي تكتبه في جوجل هنا في البار، يكتب تكتبه كلمه وبروح يطلع لكم مثلا قبلها انه بدك تبحث في الكلمه هذه في الموقع هذا. طب وكيف حيبحث في الموقع هذا؟ من خلال انه مثلا قدر يحدد انه هذا الفور او هذا الموقع اعمل سيرش فور بداخله. طيب مهم، يعني هنا سواء تكس او سيرش ما تفرق، احنا الاهم شيء نركز عليه ايش؟ النيم يساوي اس. وقت الزر يا بنعمل بوتون عادي يا لو بدنا نحط الايكون اللي شفناها تاعت السيرش بنحطها. وقت هنا هنعمل حقل من نوع او انبوت من نوع بوتون تايب سبمت. طبعا لازم يكون تايب تبع البوتون سبمت عشان لما اضغط عليه يعمل سبمت للفورم. هذا البوتون ممكن يعطي له كلاس من تعون البوت ستراب اللي هو بوتون مثلا جواه، بعدين كلمه مثلا بوتون اوتلاين دارك او سكسس اي اس. هذا شو بيعطي شكل ده؟ اكيد حتشوفوا كيف شكله هذا الستايل. هذا كلاس جاهز في البوت ستراب. هنا بنحط الكلمه مثلا كلمه سيرش، او بنجيب صوره الايكون ونحطها في ايش؟ ما بين البوتون والكلوز تبعه. عشان مسحناها لو ضايله، او ممكن ناخذها من وين؟ نرجع على موقع البوت ستراب ثواني. اكزامبل احنا اخذنا البلوك، بدي اخذ الايكون هذه لو انا عملت عليها انسبكت. تمام. بدي اخذ فعليا جزئيه، او لو عملنا فيو بيج سورس جزئيه الايكون بتاعت السيرش وراحت فوق. هاي هي الاس في جي هذا كله كامل. فلو انا حطيت بدل كلمه سيرش هذا كود الاس في جي. ايش الاس في جي؟ عارفين ايش الاس في جي هذه؟ هذه عبارة عن انه انا زي برسم فيكتور، برسم يعني هذه تاجز، هذه تاجز تمام، يعني المصطلح تبعها اللي اس بي جي بتخليني ارسم فيكتور. يعني هي فعليا صورة بس مرسومة باستخدام تاجز. تمام. يسموها الاس بي جي ايمجز. لو عملنا ريفرش للصفحة هاي اللي احنا عملنا، ليش ما بينتش الصورة؟ عملتش حفظ. هاي تمام. طبعا شكلها مش كتير بس المهم الفكرة يعني. او لو بدناش نعمل البوتون هذا، ممكن اعطيله حاجة اسمها بوتون لينك، فبيعطيله شكل زي انه لينك عادي، فمش هيرسم لي الحدود هذه واللي احنا شايفينه زي هيك. صح. اخاف الطل. لما كنت صغره ممكن تعطوا له حاجه اسمها بوتون اس ام، بوتون سمول، فبصغر شويه. مهم. هلا قد اي كلمه حنبحث عنها نفس تو مثلا كلمه عالم وضغطنا على سيرش بحث عنها. فهيك انا صممت فور
بس ايش في الثيم تبعنا سيرش فور. طيب طبعا ممكن مرة لو انا بدي يطبع لي هذه الكلمة في الفور سهلة، يعني ايش اللي كان بحث عنها ظهرها ظهر هنا في الفورم فوق، وين بنحطها؟ في الفاليو تبع الحقل. واحنا عرفنا ايش الفانكشن جيت سيرش كويري، يعني بدي احكي له اطبع لي هي get underscore search underscore query. حكيت لو كنت عمل ريفرش هجب لي ايش طبع عليها في البوكس، او بحثت على كلمة حطيت فيها مش عارف انا عنده هنا حاملين هم انه لو ضغطت دبل كوتيشن ما تطبعش الا لما اضغط مرتين، كتبت كلمة عالم جنبها ايش حيصير؟ بحث عن عالي مش حيصير اشي. تمام توقعت يصير حاجة، هو مفترض تصير شغلة هنا ممكن تلاقوها ما بينتش في الحقل بس هي بينت. تمام بس في بينت بطريقة خطأ نوعا ما، يعني المفترض شايفين كيف كلمة عالم جاية راحت، وين السورس كود؟ هي في كوتيشن في قلب كوتيشن. طبعا احنا بنعرف السترينج لما بنستخدم كوتيشن جوا كوتيشن لازم نعمل نظام الاسكيب. تمام طب شغلات زي هيك انا لما يكون في عندي انبوت بيجيني من يوزر، يعني هذا الانبوت من وين جاييني؟ القيمه هذه من وين جتني؟ من اليوزر ايش دخل؟ تمام فلما نيجي نتكلم على موضوع له علاقه بالسكيورتي بدنا نعمل حاجه بنسميها الاسكيب لاي انبوت بيجيني من اليوزر. اسكيب مصطلح اسكيب انه انا بحول السبيشال كاركترز لحاجه احنا بنسميها الانتيتي كود. سبيشال كاركتر يعني زي دبل كوتيشن يعتبر سبيشال كاركتر، اشاره الاصغر لانه بتستخدم في اسماء التاجز، لما بدي افتح اي تاج مش بحط اشاره اصغر في الاول بعدين بحط اسم التاج، برضه يعتبر بالنسبه لنا سبيشال كاركتر. هدول الكاركترز عشان انا اتجنب انهم يعملوا لي مشاكل. تمام فانا اي انبوت بدي اعرضه في الصفحه لازم اعمل له اسكيب في الاول. كيف بنعمل اسكيب؟ في فانكشن في الوورد بريس عملوا لنا اياها للموضوع هذا، هتلاقوا كل فانكشنز بتبدا بكلمه اي اس سي اختصار كلمه اسكيب. تمام اسكيب مثلا بتحكي له اسكيب اندر سكور اتريبيوت اي تي ار. ايش يعني اسكيب اتريبيوت؟ لانه انا بدي اطبع القيمه جوا حاجه احنا بنسميها اتريبيوت، الوقت مش الفاليو، الفاليو هذه عباره عن اتريبيوت في كود في الاتش تي ام ال اليمنت، هذا المصطلح يعتبر اتريبيوت انه كل اتش تي ام ال اليمنت بيحتوي على مجموعه من الاتريبيوتس. يعني مثلا في الفورم الاكشن عباره عن اتريبيوت، الميثود اتريبيوت ثاني، الكلاس اتريبيوت، وهكذا. يعني كل اتش تي ام ال اليمنت بيحتوي على مجموعه من الاتريبيوت. فانا عشان لما بدي اطبع قيمه بحكي له ايش اسكيب اتريبيوت وببعث له القيمه اللي بدي اطبعها، يعني ببعث للاسكيب اتريبيوت القيمه. فانا ايش هالوقت مررت القيمه هذه في ايش؟ لفانكشن اسمها escape attribute. شوفوا الناتج بتاعت الفانكشن هذه بعد ما انا ايش طبقتها. طبعا الناتج هنا واحد حيضل يحط لي الكوتيشن شايفين ما اختلفش، لكن لو عملنا انسبكت على الاليمنت مش هنا مش حتبين، حتبين في الفيو بيس سورس هاي كلمة عالم راحت هاي. شايفين ايش حط لي هنا؟ بدل الكوتيشن حولها، هذا بنسميه الانتيتي كود للكوتيشن. تمام الانتيتي كود للكوتيشن عباره عن كود البراوزر بيفهمه انه حيعرضه في الاخر ككوتيشن. تمام طبعا اي انتيتي كود الحمد لله على سلامته. تمام هو الواقعه جامده الله يستر. طيب لقيت اي انتيتي كود، كيف انا بعرف انه انتيتي كود؟ دائما بتلاقوه بيبدا بشرط الاند وبينتهي بالسيمي كولون. اي انتيتي كود انا بعرف انه هذا انتيتي كود، كيف بعرف انه انتيتي كود؟ انه بيبدا دائما بشرط الاند وبيخلص بالسيمي كولون، بعد هيك الكلمه هذه بتدل على ايش هو الانتيتي كود، مثلا كلمه كود عن دبل كوتيشن. تمام؟ لو انا رحت مثلا بحثت وانا ببحث رحت كتبت بدل كوتيشن حطيت مثلا اشاره زي هيك. هذه برضه مثلا رحت حطيت له بي، هالوقت يعتبر زي تاج بي. مظبوط؟ لو انا ببحث عنه
تمام، وما كنتش عامل قصه الانتيتي كود، كان ممكن ما يبينش او يعتبروا انا بحاول اطبع باراجراف. تمام، حكيت الانتيتي كود تبعت الباراجراف كيف شكلها. نعدل او نعمل فيو سورس من اول وجديد. وين شايفها؟ كبرنا كثير احنا وين راحت هاي. برضه باند وخلصت بسيمي، بس ايش حط لي ال تي ال ال تي اللي هي ليس ذان ليس ذان بالضبط للسكيورتي. لما اجي اطبع بدل ما يطبع لي اياهم ككود اتش تي ام ال فعلي، لا انا بدي اياها تنطبع كقوس. تمام، فدائما بدنا نلجا لما اطبع اي محتوى استخدم الاسكيب فانكشنز اللي وفرت لي اياها الوورد بريس. مثلا عشان بشتغل جوا اتريبيوت فانا استخدمت اسكيب اتريبيوت. لما اجي مثلا في صفحه السيرش بدي اطبع القيمه هذه، برضه القيمه جايه من يوزر صح؟ برضه كنوع من انواع الحمايه بدي اعمل اسكيب. فلقيت انا جوا الاتش تي ام ال نفسه مش جوا اتريبيوت، فايش بحكي له هنا؟ اسكيب، هستخدم فانكشن نفسها اسمها اسكيب ESC underscore HTML. انا بدي اطبع في كود ال HTML نفسه مش في جوا اتريبيوت. escape HTML وبمر له الفانكشن هذه برضه. فحنيجي هان مشينا كنترول 0 ريفرش، مش حيختلف الاوتبوت، بس الفرق انه ايش لما طبعتهم استخدمت موضوع الاسكيب بدل ما نطبعهم بشكل مباشر كنوع لها علاقه من انواع السكيورتي كحمايه للاوتبوت اللي بيطلع عندي في الموقع. تمام، خاصه زي ما حكينا اي انبوت يعني اي قيمه بدي اطبعها في صفحه ال HTML تبعي، وهذه الانبوت او هذه القيمه جايه من مصدر خارجي، يعني زي قصه كلمه السيرش مين اللي دخلها؟ اليوزر، يعني تعتبر بالنسبه لي مصدر خارجي، ضروري نعمل موضوع الاسكيب احتياطا. هنا مثلا ما اشتغلتش موضوع الاسكيب على البيرمالينك وغيره لانه شيء جايني من السيستم تبعي، فانا متاكد واثق انه ايش فيش في مشاكل. هذا بالنسبه للسيرش والسيرش فور. ايش ضل عندنا شغلات؟ طيب هلويت لو انتبه لو لاحظنا انه انا تقريبا كل ملفات استخدمت نفس التمبليت هذا عشان يعرض المحتوى صح؟ طب هل انا ممكن لو فعلا عندي ملفات بيشتركوا بمحتوى، تمام، انا بدي يكون عندي صفحه اسمها بيج وبدي يكون عندي صفحه اسمها سيرش وصفحه اسمها سنجل، فيش مجال، بس جميل، بس انا في محتوى داخلهم ثابت زي قصه الهيدر والفوتر والسايد بار. المحتوى ده فعليا زي اللوب هذه اللي انا شغال عليها، اللوب هذه من اولها لاخرها تقريبا. او مثلا بدناش نحكي اللوب، ممكن نحكي الجزء اللي جوا اللوب اللي هو اللي بيعرض المحتوى اللي هو من بدايه الديف تبعت البوست لعند الكلوز تبعها مثلا. هل انا ممكن هذا الشكل اذا انا بعتمده في اكثر من مكان احطه في ملف واحد واصير اتعامل مع هذا الملف؟ ممكن، بس هنا هيكون ملف خاص فيا مش الورد بريس بتعرفش عنه حاجه، انا بدي اشوف طريقه كيف اجيبه من خلال الورد بريس. تمام، يعني مش هالوقت الملف اللي حسميه انه الورد بريس بتجبرني اسميه بالطريقه هذه، لا، هذا اسم هلقيت حيصير شغلي انا كثيم ديفلوبر سميت الملف بالاسم هذا. الوقت عادة احنا ايش بنعمل؟ هذه بنسميها انه هذا عبارة عن زي تمبليت بارت، يعني هذا جزء من البارت من الملف التمبليت، يعني جزء منه. تمام؟ يعني هذا مصطلح ممكن تمر عليكم في الوورد بريس. فهنيجي نعمل كتنسيق للشغل مش أكثر، هعمل مجلد وأحط فيه الملفات الخاصة بالثيم تبعي. تمام؟ الثيمز الملفات الرئيسية بتكون برا. الملفات الخاصة فيه عادة بنحطها في مجلد خاص عشان خلاص يكون واضح ليه هذه ملفاتي وهذه ملفات الوورد بريس. فهنيجي مثلا في الماي ثيم نعمل فولدر جديد ممكن اسميه مثلا تمبليت بارت مثلا، او تسموه تمبليت تسموه ايش ما بدكم، اي اسم ممكن تسموه. جوا التمبليت بارز بدي اعمل نيو فايل، يعني جوا المجلد الجديد انا هعمل نيو فايل اسميه مثلا كونتنت دوت بي اتش بي. برضه هذا الاسم انا بختاره، يعني مش اسم مفروض علي من الوورد بريس، مش اسم اجباري في الوورد بريس، هذا اسم احنا بنختاره.
ايش بدي احط فيه؟ انا لاحظت انه انا تقريبا في كل ملفاتي مستخدم اللي هو ايش؟ نفس الديف هذه بتاعت البوست، بس بدخل بتاعت الاندكس اللي احنا عشان فيها حطينا فيها الكاتيجوري وغيره هنا. تمام، هذا الجزء كله حاخده هيك لعند نهاية البلوج بوست، احطه وين؟ في الكونتنت. تمام، هذا الكود اللي احنا حاطينه جوا اللوب بتاعتنا، هو بيستخدم ذا بير مالينك، فطبعا لازم لما بدي استخدمه اصلا يكون جوا اللوب، لانه بدون اللوب على الفاضي. تمام، هنعمل سيف. هذا الملف موجود هالوقت، وين ما بدي استخدم نفس الشكل هذا نفس الستايل بدي اصير استدعيه. مثلا في ملف الاندكس انا مستخدمه، فبدي استدعيه هنا، يعني معناته بدل المنطقه هذه كلها. تمام، هستدعي الملف تبعنا اللي احنا سميناه ايش؟ كونتنت، اللي موجود في مجلد اسمه تمبليت بارت. كيف بدنا نستدعي الملف هذا؟ هنيجي نحكي له بي اتش بي طبعا، ونيجي نحكي له جيت اندرسكور تمبليت، عشان هيك انا سميت المجلد بالاسم هذا، مش لانه هو طالب يسميه كذا، بس عشان يكون واضح انه هذا بقدر اجيب محتوى من خلال التمبليت بارت. جيت اندرسكور تمبليت بارت دارسة سلوى دارسة جيت تمبليت بارت. طيب ايش التمبليت بارت اللي بدنا نجيبه؟ هو ملف الكونتنت اللي موجود وين؟ في مجلد التمبليت بارت. فبدي اقول له اول شيء روح لي على مجلد اللي اسمه تمبليت داش بارت، جوا المجلد سلاش في عندي ملف اسمه ايش؟ كونتنت. طبعا بدون ما احكي له دوت بي اتش بي، يعني بدون ما احط الامتداد، بس بعطي له اسم الملف. get template parts. في الغالب استخدامه لشغلات بتتكرر، يعني ليش انا بحط في ملف وبستدعي الملف؟ عشان هذا الملف ممكن اكون بستخدمه في اكثر من مكان. اذا get template part هذه بصير اطلب احدد له اي ملف بدي اعمل له انكلود، وين ما يكون يكون. تمام، حتى لو كان في المجلد الرئيسي، مثلا لو كان ملف الكونتنت في المجلد الرئيسي خلاص بحكي له على طول ايش؟ جيت تمبليت بارت للكونتنت. الهاف هذه حنخليها لانه ممكن ملف عن ملف يختلف طريقته، مثلا ممكن نخليها، ممكن ناخذها في التمبليت بارت عادي، جميع الاحوال بظبط. تمام، جيت تمبليت بارت زي ما حكينا بنحدد المسار لملف للملف اللي انا بدي اعمل له انكلود. تمام، فتمبليت بارس هو المجلد تبعنا، بعدين كونتنت الملف بدون ما نحط دوت بي اتش بي بدون الامتداد. مثل هذا المكان هاخده هنا، وهروح مثلا برضه في ملف السيرش برضه اشيل هذا الجزء اللي كنا حاطينه ونحط بداله مين؟ جيت تمبليت بارس. ممكن نفس الكلام اكرره في صفحات زي صفحه الهوم وغيره، حطيناها في الاندكس، ممكن برضه في صفحه الهوم. هاي جزئيه الهوم برضه نفس الفكره، ناخذ البلوك هذا ونشيله ونحط مكانه جيت تمبليت بارت. في السنجل بظبط؟ بظبط برضه في السنجل. انا برضه في السنجل لو رحت مسحت الكلام هذا حطيت مكانه جيت تمبليت بارت. في البيج برضه بيظبط، خلينا ناخد البيج ولعندها بس عشان في شغله هنوضحها وراها. في البيج برضه حاط ايش؟ جيت تمبليت. لا سواء مسحت شغلات كتير انا عندي هنا جيت تمبليت بارت، يعني وين انا بدي استخدم نفس الشكل عملت انكلود للملف هذا اللي هو ملف الكونتنت. جيت وين ما حروح في الموقع سواء صفحة السيرش عرض المحتوى، طبعا عمل لي السيرش بس ايش سوى؟ صار يعرض الكونتنت كامل. ليش عرض الكونتنت كامل؟ احنا في التمبليت بارت هاي ملف الكونتنت اللي احنا عملناه، ايش عاملين تشيك؟ اذا كنا في الهوم نعرض الاكسل، اذا في غير هيك حنعرض مين؟ انا قلت مش في صفحه الهوم، انا في صفحه السيرش. انا ممكن احط شرط احكي له اور از سيرش، عشان متى برضه في السيرش بدي ليش اطبع الكونتنت بدي اطبع الكلام هذا. طبعا ريفرش للسيرش، تمام جاب لي الاكسل. طب لو دخلنا على كاتيجوري
احنا كاتيجوري طبقنا عليها الملف الاركايف، لا الاركايف وملف الكاتيجوري ما طبقناش على الجيت تمبليت بارت. بس لو انا مثلا كنت حاطط برضو هذا الجزء في التمبليت، فرد مرة احط هنا ايش برضو شرط اور از اركايف، يعني اي نوع من انواع الاركايف سواء كان كاتيجوري سواء كان اوثر، هيك اشمل. بدل ما احكي له از كاتيجوري او از، في عندنا از كاتيجوري، في عندنا از تاج، في عندنا از اوثر، تمام. بس هذه الاز اركايف تشملهم كلهم، تمام. ففي اي اذا كنت في اي صفحه من هذه الصفحات، بحكي له قاعد اور اعرض الاكسل، غير هيك بدك تعرض الكونتنت. او ممكن نعمل العكس، ممكن احكي له اذا كنت في صفحه السنجل، يعني ممكن اعمل العكس، احكي له اذا كنت انا في الاز سنجل، انا في صفحه السنجل هي صفحه البوست، او از بيج، او انا في صفحه بيج، تمام. في الحاله هذه بدل ما اعرض الاكسل بدنا نعكس، بدنا نحكي له بدنا نعرض الكونتنت هو اللي حيكون فوق، وفي الاس حيكون مين؟ الاكسل، نفس النتيجه. بس هنا خلص انا السنجل عددهم اقل من ايش؟ التانيين. طبعا لو رجعنا على صفحه الهوم، او هي صفحه السيرش ما اختلفش. لو رجعنا على صفحه الهوم نفس الحاجه، اكيد لو دخلنا على البوست نفسه افترض يعرض الكامل، يعرضه كامل، تمام، عرضه بشكل كامل. لو دخلنا على صفحه بيج، البيج مثلا زي صفحه مين؟ زي صفحه الاباوت داش اس، هذا السلاج تبعها جاب لي اياها طبعا. بس في لاحظوا في الاباوت اس مثلا ممكن بديش اعرض الاسم الاوثر، مثلا بديش اعرض الداش اللي هنا حطيتها هنا عشان في وراها ممكن يكون كاتيجوري، انا فعليا فيش عندي كاتيجوري في البيت، فطلعت لي داش، شايفين الداش هذه صغيره هي، طلعت لي الداش هذه اللي انا كنت راسمها عشان اطبع وراها الكاتيجوري. طبعا في البيج فيش عندنا ايش؟ كاتيجوري. فايش الوقت اللي بدنا نعمل؟ بدنا نعمل اف الز. طيب اكيد احنا في الكونتنت استخدمنا هذا الملف الكونتنت تبع التمبليت بار، استخدمناه في، خلينا نسكر باقي الصفحات ونركز على البيج والسنجل في المرحله هذه. احنا في السنجل استخدمنا جيت تمبليت بار، وفي البيج استخدمنا جيت تمبليت بار. الوقت مثلا بدي اميز ما بين انه انا بدي اعرض التمبليت بار لصفحه سنجل او لصفحه بيج، فانا ممكن بدل ما احط جمله اف الس ان افحص از بيج، انا ممكن اعملها الكود ممكن اعمله في الكونتنت، اجي هنا قبل ما اطبع الكاتيجوري افحص هل انا في صفحه بيج ولا في صفحه سنجل، تمام. ممكن، بس انا ممكن برضو اعمل ايش؟ اعمل نيو فايل هنا اسميه مثلا كونتنت داش بيج. الوقت برضو هذا الاسم من عندي، كلمة كونتنت وكلمة داش بيج انا من عندي، يعني برضو هو مش جابرني ان احكي داش بيج الوورد بريس، انا بختارها زي ما انا بدي. طبعا ليش عملت الشغلة هذه؟ عشان هاخد نفس محتوى الكونتنت واحطه في البيج، بس بدي اشيل جزئية ايش؟ الكاتيجوري والاوثر والديت. انا في البيج عادة لا بهمني لا اعرض لا تاريخ ولا مين اللي كاتب البيج ولا الكاتيجوري تبعها، بهمني بس عنوان البيج، صح؟ ممكن خلي تشيك هذا موجود. الوقت بدي اصير في صفحه البيج، لما اقول له جيت تمبليت بارت اقول له هات لي البارت للكونتنت، مفترض ايش احكي له هنا؟ داش بيج، صح؟ داش بيج، احنا حكينا بناخذ المسار للملف، فالمسار هيك صح، تمبليت بارت سلاش كونتنت بيج. هاي انا في صفحه الاباوت اس، ريفرش، جاب المسار صح، تمام. وفي طريقه ثانيه، تمام، انه هذا البيج بحط هش هنا بخليها كونتنت، بروح احط فاصله بكتب هنا كلمه بيج. هذا ايش حيروح يعمل؟ حيروح يدور على المسار اللي هو تبع التمبليت بارتس سلاش كونتنت داش بيج، يعني هو حيحط الداش وحياخذ الاسم هذا في المقطع اللي ورا البيج. يعني لما تشوفوا شغله زي هيك هو فعليا قاعد يدور على ملف اسمه كونتنت داش بيج موجود في التمبليت بارتس، تمام. احنا كتبناه تو بشكل مباشر، هنا كتبناه على كمقطعين. هذا الناتج يعطيني ايش؟ نفس النتيجه، تمام. في السنجل اللي هي الهلو وورد ضلوا يستخدم مين؟
الكونتنت العاديه. فهيك كان صار معناته ممكن يكون عندي اكثر من قالب، ممكن يكون اكثر من تمبليت بارت واستعيدهم حسب ما انا محتاج. وضحت النقطه هذه؟ تمبليت بارت تمام. لو انكتب زي هيك مش بعت له بارامتر ثاني فهو خلص بياخذ اسم الملف لحاله. حطيت بارامتر ثاني زي المثال تبع البيج فهو يروح يدور على الملف اللي هو مثلا كونتنت داش بيج. كتبت هنا مثلا هوم هيروح مثلا كونتنت داش هوم حسب الاسم اللي انا بحدده تمام. طيب احنا هيك تقريبا قديش احنا نفترض على الاربعه ولا على الخمسه احنا نروح. طيب ضايل ساعة تشتغلوا فيها مشان هشرح فيها. طيب احنا هيك تقريبا بالنسبة لليوم مش حاعطيكم شيء جديد. بضل عندنا يوم الاحد اللي بنعمل كستمايز على اللوب هذه. حقيقة اللوب اللي احنا اشتغلنا عليها هذه لوب الافتراضية. حقيقة عندنا في الصفحة الرئيسية مثلا بعطيكم مقدمة بس مش حنعملها المحاضرة الجاية. يعني في الصفحة الرئيسية انا في عندي اجزاء زي البلوك اللي فوق هذا لو مثلا بدي اجيب اول بوست بالطريقه هذه. هذا احنا طلعت المحتوى ثابت ما غيرناهوش. اللي تحتيه نفس الكلام وفي صور كمان تمام. فهذا المقطع لقيت مثلا وهنا تحت بدي بعد هيك بدي يكمل يجيب لي الباقي من خلال اللوب اللي احنا عملناه. هالوقتين لما يكون انا عندي الصفحه تبعتي مجزأه تمام مثلا هنا بدي اعرض البوست في كاتيجوري معين او تحت ممكن يكون انتم بتلاحظوا المواقع الاخباريه مثلا عامل لكم اقسام مثلا القسم مثلا الشرق الاوسط جايب كل الاخبار الخاصه بالشرق الاوسط مثلا بعدين قسم مثلا سياسه حاطط كل الاخبار تحت السياسه كله في الصفحه الرئيسيه. فهو فعليا قاعد يعمل ايش؟ تقسيم للبوستات يعني بيجيب البوست حسب الكاتيجوري وبيعرضهم في المكان الخاص فيهم. وهذا حنحتاجه احنا لما نشتغل على صفحه الهوم بيج انه انا بدي اصير عندي مربعات كل مربع بدي اعرض بوستات من كاتيجوري مختلف عن الثاني على سبيل المثال مثلا ليتست بوست الفيتشر بوست في تفاصيل كثيره. فهذا بدنا نصير احنا لقدام انه احنا كيف نغير في اللوب هذه الافتراضيه انها تجيب شغلات انا بدي اياها. هذه الشغلات هي اجت بناء على الرابط بناء على الريكوست اللي وصل. بدنا نعمل كاستمايز في المره الجايه انه انا اجيب الشغلات حسب انا ايش بدي مش حسب كيف شكل الرابط. حتى لو كان الرابط بيعرض مثلا ملف سنجل انا ممكن في السنجل اخليه يجيب لي شغلات ثانيه. فبدنا نعمل كاستم على اللوب الافتراضيه هذه بس مش اليوم طبعا فخلوها ليوم الاحد هالوقت.